كما تعرفوا الوكالة تاعنا بصدد وضع استراتيجية جديدة لتقوم أساسا على تسيير أحسن للأداء تاعها من أجل تشجيع المقاولاتية في بلادنا إن شاء الله، وأيضا خاصة تمويل المؤسسات تاعنا. احنا بعد فترة كبيرة نوعا ما اللي هي أكثر من 24 سنة منذ إنشاء الوكالة، جاء الوقت من لازم الواحد باش نديرو أمبيلون. وشفنا قيمنا الإيجابيات والسلبيات للطريقة اللي كانت تعمل بها المؤسسة. من بين الإيجابيات أنه الوكالة تاعنا سمحت بإنشاء بتمويل أكثر من 400 ألف مشروع، منها مشاريع ناجحة. اليوم عندنا في المحفظة تاعنا شركات اللي قادرة اللي تقوم بعملية تصدير، عندنا شركات ناجحة اللي تساهم بطريقة فعالة في خلق الثروة وفي تشغيل في تشغيل في التشغيل، وعندنا أيضا بطبيعة الحال بعض السلبيات اللي منها مؤسسات اللي ما قدرتش تقوم بالدور اللي لازم تقوم به، واللي كان عندها مشاكل بطبيعة الحال في 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 في, في تحصيل، معنا احنا مع كان عندنا مشاكل معها شوية في تحصيل الديون إلى آخره. دونك حنايا الهدف تاعنا هو تسيير أمثل للوكالة، تسيير أحسن للوكالة عن طريق تسيير أحسن لطريقة معالجة ملفات القروض، لطريقة مرافقة الشباب تاعنا في المشاريع تاعهم باش يكون عندهم أكبر احتمال أنهم ينجحوا في المشاريع تاعنا. دونك حنا شفنا باللي من قبل كان حنا الهدف تاعنا الأول هو القيام بمرافقة أحسن لتقليص احتمالية فشل المشاريع، هذا هو الهدف تاعنا. وفي هذا الإطار عندنا مجموعة من الآليات اللي رانا بصدد القيام بها عن طريق تحسين طرق معالجة ملفات التمويل، أيضا عن طريق تحسين طرق اختيار أصحاب المشاريع. احنا هذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. اذا كان الهدف تاعنا هو انشاء 1000 ولا 5000 ولا 10000 مؤسسه ناجعه في الاقتصاد تاعنا، ما هي كلفه هذا الهدف؟ هذا احنا لهنا نخدموا باش نخدموا باستراتيجيه لتقليص هذه الكلفه. بطبيعه الحال هذا راح يعود بالفضل على طريقه تسيير الاموال العموميه وعلى النجاعه الاقتصاديه للمؤسسات تاعنا. احنا هذا هو الهدف تاعنا. دوك نروحوا في مقاربة مبنية أساسا على النوعية أكثر منها مبنية على الكم اللي كانت هذا واش كان يندار من قبل. دوك حنا نروحوا رانا نحوسوا على مقاربة اللي تكون مبنية أكثر على النوعية. بطبيعة الحال مع أخذ بالاعتبار باللي الوكالة تاعنا عندها بعد اقتصادي، بعد اجتماعي، وبعد مالي. دونك حنا سي نورمال طبيعة الحال ناخذ في عين الاعتبار بالثلاث ابعاد هذو من بلا ما نروحوا في تسيير ليهدف اساسي الى خلق اكبر عدد من المؤسسات مهما كان الثمن. وهذا هذه طريقه احنا ان شاء الله حنتفاداوها في المستقبل ان شاء الله. في إطار الاستراتيجية الجديدة إن شاء الله عندنا صممنا عدة برامج، كل برنامج يهدف إلى مساعدة ولا مرافقة فئة معينة من المؤسسات، تكون المؤسسات اللي نجحت من قبل ديجا. وكما قلت لك قبيل عندنا أكثر من 40 شركة اللي اليوم راح تقوم بعملية تصدير، هذو عندهم برنامج خاص اللي راح يساعدهم ويسهل لهم النشاط تاعهم. المؤسسات الأخرى الناجحة أيضا عندهم نشاط آخر اللي يسمح لهم بتطوير المؤسسات هذه. مؤسسة ناجحة اللي تخلقت في إطار الوكالة بطبيعة الحال عندها احتياجات أخرى بالنسبة للمؤسسة الجديدة. مؤسسة اللي راح تحوس تكبر دوك هي تحوس
اكثر على نظام حوكمه جديد، دوك نظام رقابه داخليه اخر، نظام غسيل مخاطر اخر، تحوز على طرق تمويل اخرى. دوك حنا راح نرافقوهم في المجال هذا، لانه تسيير مؤسسه غير مؤسسه اللي تحوز تكبر مش كيف كيف. ايضا بالنسبه للمؤسسات اللي عندهم بعض الصعوبات، عندهم برنامج تاعهم. دوك سنقوم بوضع، ولا قمنا بوضع، نحن بصدد وضع برنامج مكيف ويتكيف مع طبيعة والاحتياجات كل فئة من هذه المؤسسات. عندنا معرفة جيدة بالمحفظة المؤسسات تاعنا، نعرفوها جيدا ونعرفوا الإشكاليات تاع كل مؤسسة، وفي إطار الاستراتيجية جدا كما قلت لك إن شاء الله، كل هذه الاستراتيجية راح توضع برنامج يتكيف مع احتياجات كل فئة من هذه، كل فئة من هذه المؤسسات اللي راهي في المحفظة تاع الوكالة اليوم. بطبيعة الحال احنا أول شيء راح نقوم به إن شاء الله أنه طريقة معالجة الملفات، طريقة اختيار أصحاب المشاريع راح يكون نقوم بمجموعة من الإجراءات راح تأثرها إن شاء الله. قمنا تحت إشراف الوزارة الوصية بوضع برنامج مع الجامعات والمراكز الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي لإنشاء لي سونتر ديفلوبمون دو لونتربرونيا، دونك مراكز التطوير المقاولاتية. دونك هذه الشراكة، في إطار هذه الشراكة الوكالة تاعنا وضعت دي زاكومبانياتور مرافقين تحت بطريقة دائمة في هذه المراكز لمرافقة الشباب لبعد التكوين تاعهم راح ان شاء الله يتجهوا نحو الوكاله تاعنا من اجل تمويل المشاريع تاعهم. بعد ما يجوا الوكاله ان شاء الله، احنا عندنا وضعنا نظام اخر لتقييم هذه المشاريع، كاين هناك سلم تنقيط اللي وضعناه ليهدف الى اختيار المشاريع اللي عندها اكبر احتماليه للنجاح وتفادي المشاريع التي نعتبر انه عندها اقل احتماليه باش تنجح ان شاء الله. دونك نحن نظنوا بلي بالطريقه هذه ان شاء الله راح نلحقوا الهدف اللي هو انشاء مؤسسات ناجعه بتكلفه معقوله، مما يسمح ان شاء الله لنا بتسيير امثل للاموال الموضوعه تحت تصرف الوكاله. بطبيعة الحال احنا بدينا كمرحله اولى مع وزاره التعليم العالي، بطبيعة الحال في كمرحلة ثانية سنتجه نحو 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 وضع شراكة مع وزارات أخرى، خاصة وزارة التكوين المهني على سبيل المثال، اللي اليوم راهم خريجي وزارة التكوين المهني يمثلوا نسبة كبيرة في المحفظة تاعنا، وحنا نعتبر أنه المقاولاتية قادرة تخرج من الجامعة، قادرة تكون المقاولين تاعنا يقدروا يخرجوا من الجامعات كما يقدروا يخرجوا من وزارة التكوين من مصالح تابعة لوزارة التكوين المهني أو مصالح أخرى. وحنا بطبيعة الحال راح ندينا كمرحلة أولى مع خريجي الجامعات، وسنمر كما في مرحلة ثانية قريبا إن شاء الله مع خريجي المصالح التابعة لوزارة التكوين المهني. بطبيعة الحال دوك احنا واعيين باللي كاين ناس بزاف تشوف باللي الوكالة جمدت، مي الوكالة في طبيعة في الحقيقة ما جمدتش. في الوكالة في العام هذا عالجت أكثر من 9000 مشروع اللي داو اللي استفادوا من التمويلات في الوكالة تاعنا، والعدد هذا باش نقول لك باك هو العدد اللي للوكالة اعتادت أن تمولوا في 15 سنة الأولى ولا في 5 سنوات الأخيرة. الناس لما تقارن هذا العدد بالفترة تاع 2010 2015
هو عدد أقل من المعدل السنوي في هذه الفترة، ولكن هو نفس العدد اللي الوكالة اعتادت عليه. لو كنا نقول ما كانش تجميد، كان إعادة نظر في طريقة العمل. هذه صحيح، لأنه كما قلت كما أسلفت، الطريقة اللي مشات بها الوكالة في السنوات الأخيرة خلقت لنا بعض الصعوبات، وحنا نحوسوا دائما نحسنوا في الأداء تاعها. دوك فيها إعادة نظر في طريقة العمل، وهذا ما قمنا به في الفترة هذه. دونك نظرنا في جميع الإجراءات وحسنا، وضعنا مجموعة من الميكانيزمات اللي تسمح لنا تسيير أمثال للمخاطر المتعلقة بمعالجة الملفات وتمويل المشاريع. مي ان شاء الله احنا نستناو، كاين بعض النصوص التنظيميه اللي راهي ان شاء الله تخرج في القريب العاجل ان شاء الله، اللي راح تاثر الاستراتيجيه الجديده تاعنا في مجال عمل الوكاله، اللي راح تكون كما قلت مبنيه اساسا على النوع المؤسسات، وليس على الكم تاعها، مع اخذ بعين الاعتبار الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه والماليه للوكاله. الجديد انه الوكاله راح تكون ان شاء الله اكثر مساهمه واكثر فعاليه، وتكون ان شاء الله تساهم بطريقه احسن في خلق مؤسسات اكثر نجاح ان شاء الله. هذا هو الهدف تاعنا، راح نساهموا ان شاء الله في خلق مؤسسات اللي عندها اكبر احتماليه ممكنه لتنجح في المستقبل ان شاء الله، واللي تساهم اللي راح تساهم في الاقتصاد، في تنمية الاقتصاد تاعنا ان شاء الله. هذا هو الهدف تاعنا. احنا الهدف تاعنا انه ماشي نخلق اكبر عدد من المؤسسات المصغره الفعاله. هذا هو الهدف تاعنا. من اجل هذا دونك كاين مجموعه من الاجراءات اللي راح نوضعها في اطار الاستراتيجيه الجديده تاعنا ان شاء الله. تحسين اداء المؤسسه يتطلب ايضا تنويع طرق التمويل تاعها. احنا في الوضع الحالي عندنا تمويل ثلاثي مع البنوك العموميه، عندنا التمويل الذاتي، وعندنا التمويل المزدوج اللي هو بيننا وبين المقاول تاعنا. احنا راح ان شاء الله نديروا طرق اخرى تمويليه اخرى ان شاء الله، لتهدف الى مرافقه المؤسسات هذه من خلال تمويل النشاط تاعهم، لو فينونسمون ديكسبلوطاسيون، ايضا تمويل التوسع تاعهم بالنسبه للمؤسسات اللي مشات معنا وحابه تطور من نفس حابة تطور أكثر، يعني نحن نخدم عليها ثاني إن شاء الله من خلال طرق أخرى. هذا يتطلب أيضا وضع نظام هيكلي جديد للوكالة اللي رانا بصدد القيام به، واللي يسمح بمواكبة هذا التطور في أداء المؤسسة أولا، ويسمح أيضا بوضع الاستراتيجية اللي رانا نهدف إليها إن شاء الله.